كان تعريفه معنى مسألة الحماية القانونية المؤسسية من أيمن، ثم في مستوى مقاربة حقوق الإنسان ما هي الشروط التي وجب الالتزام بها من الدولة في ظل الظروف الاستثنائية بما في ذلك ما يخص حماية الصحفيين. والإجابة على هذا طبعا السيدة فضيلة خليفي وهي المديرة العامة لإدارة حقوق الإنسان والمنطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، أسأل هل تضع مؤسسات الدولة آليات حماية الصحفيين باعتبار ما سبق التعريف به، وهل الدولة بمؤسساتها على وعي فعلا أن الصحفيين اليوم معرضين إلى مخاطر وتعرضوا فعلا إلى انتهاكات؟ شكرا. بالنسبة للآليات التي يجب أن يقع وضعها من طرف الدولة لحماية الصحفيين في السياقات الاستثنائية أو في غيرها من السياقات حتى العادية، يجب أن تتماشى مع الثوابت، لأن السياقات الاستثنائية لا تغني عن الثوابت. الثوابت هي حماية الحق، الثوابت هي حماية الإجراءات، والثوابت هي حماية الحق الصحفي، لأن الحق الصحفي هو حق مؤسسات وحق أشخاص، وهو الذي سوف يتولى في الدولة عهدة تبليغ المعلومة. الآليات صحيح، من غير آليات الحقيقة جميع ما يحكى عنه أو جميع ما يقال في الصحافة يظل شعارات ويظل مسائل غير جدية. لذلك بالنسبة لوزارة الداخلية، أنا ناطقة رسمية باسم وزارة الداخلية، مديرة عامة لحقوق الإنسان، الآليات التي يجب وضعها هي آليات قانونية، الآليات القانونية على مختلف أنواعها، إجرائية في التشريعات وكذلك في سبيل مثلاً الاتفاقيات التي كان قد يقع بلورتها بين الطرفين، وكذلك آليات واقعية، لأن التدريب المشترك بين الصحفيين ومختلف أجهزة الدولة على ضمان حسن أداء الصحفيين لعملهم، التدريب الواقعي مهم جداً لأنه يحقق المقاربة بين الواقع والتشريع. إذا كانت عندنا آليات تشريعية دون آليات قانونية واقعية، النتائج تكون مختلة. ولكن التناسق بين الآليات التشريعية والآليات الواقعية يحقق النتائج الفضلة. وهل قامت الدولة بالاجتهاد من وضع هذا التناسق ما بين المسائل النظرية وآليات عملية لحماية الصحفيين؟ بالنسبة لوزارة الداخلية عندها تجربة رائعة المسألة هذه. النتائج قد تحقق آنيا أو قد تحقق على مراحل زمنية معينة، ولكن هناك وضع لآلية تشريعية، فما احتكام للنصوص، الاحتكام للنصوص حاضرة في نقاط الصحفيين من خلال بلورة اتفاقيات مشتركة مع وزارة الداخلية تم فيها عقد جلسات عمل، وعندنا مشروع للاتفاقية هذه آخر ما تم إنجازه هو جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية، تحديث أو وضع آخر جهود العمل المشترك في بلورة الاتفاقية المشتركة، هي اتفاقية عمل تلزم الصحفي وتلزم الأمني. ومن ناحية ثانية عن الدورة التدريبية اللي تم إشراك السادة الصحفيين فيها في الإلمام بالمعطيات الواقعية لبعض الأحداث التي تتطلب تغطية ممتازة لكل صحفي، والامتياز يتحقق بالعمل المشترك. هذاك علاش كنت فهم دورات تدريبية وعمل مشترك، وفي فيبري خاصة اللي حضروا معنا وكل يقفوا اللي هما شاركوا في إدارة أحداث شغب مثلا بالنسبة للملاعب كان فيها تواجد. نعم. الأمني والصحفي على نفس القدر. مدام فضيلة، وأذكر أنك المديرة العامة لإدارة حقوق الإنسان والنتيقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، أرجو التعليق على الأقل على شهادتين لو سمحتي، المتعلقة بما ذكره الزميل خليفة تبعا ما ارتبط بوزارة الداخلية تحديدا بما أنك تمثلينها، وأيضا في شهادة الزميلة غاية في علاقة بما وصفته من انتهاكات أمنية كانت أثناء أداء مهامها الصحفي. شكرا. استمعت بانتباه للشهادات المعروضة. الاستماع هو أكبر دليل على أن ما عرض يهم الجميع ووزارة الداخلية بشكل كبير.
نحب نلاحظ انه الصحفي المحترم خليفة القاسمي اشار الى الاحاله، انه وقعت احاله في الغرض. الاحاله في المفهوم القانوني سيدي الكريم لا تحررها السلطات الامنيه. الاحاله عندما تدون على محضر الابحاث، والجميع من لهم فكره حتى مبدئيه على تحرير المحاضر القانونية في الأبحاث التي تجرى في وقائع فيها صبغة ارتكاب جرائم، الإحالة تحرر من الجهة المختصة اللي هي النيابة العمومية. الإحالة هو مفهوم قانوني. السلطات الأمنية لا تحرر الإحالات، السلطات الأمنية تحرر أبحاث تدون معطيات متعلقة بوقائع، تحيلها الأبحاث هذه على النيابة العمومية وهي سلطة بحث، وكذلك النيابة العمومية هناك سلطة أخرى اللي هي سلطة التحقيق، سلطة بحث. الإحالة النيابة العمومية هي التي تحيل تكيف الوقايع. مدام فضيلة، هذا متفقين فيه، والجانب اللي تحدث فيه خليفة المتعلق بظروف الاحتجاز. جاوبتك على الإحالة. أنا الحقيقة هذية على خاطر راهو الالتباس سيد الكريم، الالتباس هو اللي نجم يخلق برشا إشكاليات، وذلك علاش حرصت أني نجاوب سي خليفة على مسألة الإحالة. لسنا نحن من نحيل، وزارة الداخلية تطبق تعليمات النيابة العمومية. الإحالات دائما هي قانونية وعلى الجهات القضائية هي المختصة. بالنسبة للأبحاث التي تتم وما يقع في مراكز ربما ما نسب إلى مراكز الاحتفاظ، لهنا نحب نلاحظ أنه تونس تطورت في خصوص العديد من المسائل اللي ربما ما هيش ظاهرة بالشكل الكبير، ولكن نحن عندنا مراقبين دي سوبرفيزور اللي هما شركاء، والحقيقة نحن نحترمهم برشا لأنهم من أهل الاختصاص وأهل القانون. عندنا حضور المحامي موجود إلى جانب ذي الشبهة، إلى جانب المظنون فيه. بالنسبة لنا سي خليفة، فما عبارات راهو يقع التقيد بها في مباشرة الأبحاث، فما ذي الشبهة، فما المظنون فيه، ثم حتى في سلطة البحث لدى الجهات القضائية يظل المظنون فيه إلى حين أنه يقع توجيه الاتهام من طرف السلطة المختصة بالنسبة للاتهام. المعاملة في مراكز الاحتفاظ أو التواجد اللي أشار له في خصوص أنه وجود العديد من الموقوفين، وجود الحقيقة اللي طمن هو التواجد. أكبر دليل على ربما الشبهة الجدية في الإرهاب هو التصنيف، التصنيف حتى في مرحلة الاحتفاظ. يعني سي خليفة، إذا كان تواجد مع أشخاص منسوب لهم الاشتباه في بعض الأعمال أو غيره، نحن نعرف اللي إذا كان تم فعل القطع في الصفة هذه ما نتصورش باش يتواجد بالطريقة هذه. التواجد الجماعي أكبر دليل أنه موقعش تصنيف السيدة خليفة القاسمي في خانات معينة، اللي هي إذا كان فعلا أنا مدام تعتبره إجراء سليم ووضع الصحفي وقعت إحالته بقانون الإرهاب مع مجموعة من ذوي الشبهة ومتهمين بالإرهاب، إجراء سليم. أنا الإجابة كانت واضحة بالنسبة ما يخص وزارة الداخلية. بالنسبة للسجون هناك أهل الإشراف، المتابعة والمراقبة، ولكن بنحبش ندخل في الاختصاص، ولكن نحاول باش نجاوب على ما يخص وزارة الداخلية، ونحاول باش نرفع الالتباس حتى على السيد الصحفي إذا كان فما إشكالية في خصوص التواجد. مراكز التواجد هذه ما فماش ما يفيد إن نحن عنا إقصاء أو عنا تصنيف معين. بالنسبة لنا كملنا الأبحاث، حلنا على النيابة العمومية، النيابة العمومية اتخذت القرارات، ما للنيابة العمومية تجيب عنه النيابة العمومية، ما للسلطة القضائية ما ندخلوش فيه، ولكن التواجد هذا حتى ولو تكاثر والتواجد العددي، نحن نعرفوا انه تونس عندنا مشكلة معضلة في الإمكانيات اللوجستية، واحد والتواجد هذايا اللي نجم يكون عددي بشكل ملفت الانتباه لأن فما مسألة تاع إمكانيات وغيرها، ولكن خير إنه إدارة السجون هي تعطي التفسير في المسألة هذه. طيب شكرا لك. هو بالفعل هو إدارة السجون يمكن تجيب عن جزء ربما مش العوينة تجيب عليها وزارة الداخلية، ولكن الاحتجاج في السجن
جيب عليه وزارة العدل، ولا يمكنني أن أنافس قاضية في الأصل في مسألة إجرائية، ولكن أمر إلى مسألة تعنيك بشكل مباشر. اعتداء الآن في الشارع، ليس هناك أي احتجاز، صحفيين وقع الاعتداء عليهم بالعنف، وصحفية هنا كانت شاهدة وقالت بحكم وزنها أنها طارت في الفضاء. لقد أكدت على المسألة التفاعلية في هذه الجلسة، وأنا الحقيقة لهنا باش نسأل عنا سياسيين وحضور مشترك ملفت الانتباه، هل هناك قطيعة بين نقابة صحفيين والجهات الأمنية أو وزارة الداخلية؟ فما تعاطي ميداني مع عدة أحداث، نجم منحيلكم على بعض الأحداث في العالم حتى تدرك ما أريد أن أصل إليه في الإجابة. ما ارتكب في فرنسا في خصوص المظاهرات اللي قادها أصحاب السترة الصفراء وغيرها وغيرها، عدة مشاهد لم توجد في تونس. ولكن بالنسبة لنا نحن، كل الشراكة الحقيقية اللي تطرح فيها وماشية في مجال عملي وزارة الداخلية يتجسم على المستوى الواقعي. إذا كان فما استثناءات، من نجموش ندعو المثالية جميعا، لا في السلوك الصحفي ولا في السلوك الأمني إلى درجة صفر خطأ أو صفر تواجد لما قد يقع الفات الانتباه إليه. وإلا سيدي الكريم، مانيش باش نكونوا في جلسة كما هذه اللي تحاول باش نوصلوا لأقصى درجات تحقيق المثالية في التعامل بين السادة الأمنيين والسادة الصحفيين على الميدان. الميدان هو أخطر فضاء سواء في الأحداث، وهذا موجود في كامل دول العالم. هذا علاش نحن الحقيقة أنا ما نجمش نحترم السيدة اللي تفضلت بالشهادة. الاستثناءات ما نجمش نأكد لك بطبيعة، فما إذا كان نسبة ضئيلة من بعض الأحداث اللي تويترت، نسبة ضئيلة من المسائل اللي تنجم تعرض في المسألة هذه. نحن مجتمعين للشأن هذا، يعني نحب نتسائل علاش نقابة الصحفيين موجودة معنا والسادة الصحفيين في تحرير اتفاقية مشتركة، فما مشروع يدرس ويأخذ بعين الاعتبار جميع المحصل في الملاحظات من طرف الصحفيين ومن ملاحظات من طرف السادة الأمنيين كذلك. لماذا مدونة السلوك سيدي الكريم، مدونة السلوك توجد للقاضي وتوجد للمحامي وتوجد كذلك للأمني وتوجد للصحفي؟ لأن مدونة السلوك هي التي من شأنها رفع الالتباس على جميع مما قد يمس بالحرمة للمتواجد في الميدان.